آخر الأخبار تشير إلى تصريح على لسان محافظ الإسماعيلية السيد ياسين طاهر عن تسكين أو وصول ما يقرب من 30 أسرة قبطية إلى محافظة الإسماعيلية، وتم تسكين هذه الأسر بالكامل في وضع صعب. وفي يعني أنا مدركة إن من الناحية الأمنية أي حد هيكون عنده خبرة بره الموقف أو جوه الموقف هيبقى الهدف بالنسبة له حماية الأرواح الآن، لكن قبضة الدولة خلال الساعات القليلة القادمة وتوجيه ضربات موجعة لهذه العناصر الإجرامية الإرهابية هيدي رسالة واضحة جدا زي ما قال سيادة العميد إن في بسط. أنا متأكدة إن بالعقل كده، يعني لو إحنا بس بنشغل عقلنا هندرك، لأ هو لو قادر يعمل عملية إرهابية كبيرة هيعملها، لكن هو بيجي بقى للحاجات اللي توجعك الضعيفة قوي اللي يقدر يسيطر عليها، يموت زي ما سمعنا من احد المتصلين قبطي داخل محله، يدخل على بيت قبطي ويموت الناس اللي فيه، يدي شويه انه قوي وانه لا، هو مش كده، لانه لو كان كده كان نفذ عمليات ارهابيه واسعه مثلا. لكن نتيجه القبضه الامنيه والاخبار اللي احنا بنقولها كل يوم عن استهداف هذه العناصر وتوجيه ضربات موجعه عليهم، بداوا يلعبوا زي ما قلت بورقه الاقباط. نحن في انتظار، انا متاكده ان خلال الساعات القليله القادمه هيبقى في انباء من الناحيه الامنيه تشير الى تغير ما وسيطرة ما وفرض لأمر واقع جديد في منطقة العريش. إن شاء الله يتم عودة هذه، أنا عارفة فرق كبير، يعني اتعلمت الدرس ده، فرق كبير جدا من إنك تكون بتتكلم أو إنك تكون متعاطف أو إنك تكون حاسس أو إنك تكون بتواسي، وما بينك تكون عايش هذا الواقع. لما كان معانا الفتيات الأسبوع الماضي اللي عايشين في شمال سيناء، يعني بيقولك خلاص صوت الرصاص ومشاهد الدم والضرب والاستهداف جزء أساسي من حياتهم العادية جدا، يعني خلاص الناس بقت دي حياتهم الطبيعية. أنا عايزة أقول إن كم التضحية اللي بتقدم في سيناء من المدنيين اللي موجودين هناك وبيعيشوا هذه الحياة الصعبة لا يمكن لأي أحد يتخيل هذه الفاتورة الصعبة. الناس دي 30 أسرة دول اللي اضطرهم هذا الواقع الأليم اللي بيستهدفوا فيه وبيقتلوا وبيحرقوا إلى ترك منازلهم والذهاب إلى منطقة أخرى، منطقة الإسماعيلية، بأسرهم بولادهم، تركين كل حاجة علشان فقط يحافظوا على أرواحهم. ده تمن صعب قوي، تمن صعب قوي، لكن التمن ده ليس خيارا. يعني للأسف الشديد محدش فينا مختار هو يعمل إيه. نحن نواجه حرب حقيقية، نواجه حرب حقيقية. إحنا بنغفل أحيانا عن هذا البعد المتعلق بحربنا ضد الإرهاب. إن شاء الله خلال الساعات وهنتابع، يعني إحنا هنفضل مع حضراتكم على مدار الحلقة نتابع التطورات، لأنها بالتأكيد هي تمثل ألم كبير جدا في الجسد المصري النهاردة. ويمكن بيان الأزهر الشريف أيضا أشار إلى هذا الأمر وأعرب عن تعازيه كل المصريين المسلمين وأقباط في استهداف المصريين بهذه الصورة المؤلمة التي لا علاقة لها بأي دين أو بأي رسالة